بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
معنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه.
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ
Thank you.
إليك
وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولا فتقول
طال عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع من الله
ولقد وفقنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويجرؤون بالحسنة السيئة وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا وهو أعلم بالمهتدين وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن وما كان ربك مهلك القرى حتى
فَأَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ
يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون
إلا الصابرون.
لولا الحكم وإليه ترجعون.